أخيرا حدث الذي يخشاه الجميع وقلب المشهد السياسي اللبناني رأسا على عقب، وأدخل البلد في نفق مظلم منذ الإعلان عن تشكيلها. المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وقرارها الاتهامي المحال من مدعيها العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. هنا يتذكر اللبنانيون ما قاله حزب الله إن ما قبل صدور القرار الظني لن يكون كبعده، وخاصة أن تسريبات القرار تصب كلها في خانة اتهام عناصر من الحزب. ورغم تأكيد المحكمة أن محتوى القرار سيبقى سريا خلال الأسابيع العشرة التي تستغرقها فترة دراسته من قبل القاضي دانيال فرانسين، إلا أن الشارع اللبناني يترقب الخطوة التالية. أكيد بدنا الحقيقة أهم شيء، يعني البلد بده يضل هيك يعمل على الفوضى، بدنا نخلص بقى. هلأ المحكمة الدولية بتحمي كل فرد من الاغتيالات، ونحن هيدي بتهمنا كتير، لأنه إذا ما صار في أساس للمجرم رح تضل الحبل ماشي على الجرار. الرابع عشر من فبراير عام 2005، اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، يوم لم تعرف بيروت بعده الراحة. تلبدت سماؤها بغيوم سود كثيفة من احتجاجات يومية وثورة أرز وخروج الجيش السوري إلى حوار وطني للاتفاق على الحكم، ثم حرب إسرائيلية أتت على بشر بلاد الأرز قبل حجره، ليرتفع السجال الداخلي بعده وتدخل البلاد في شلل شبه كامل. فجرته أحداث السابع من أيار ليأتي اتفاق الدوحة ويحمل معه رئيسا جديدا واتفاقا على إجراء انتخابات برلمانية وحكومة وحدة وطنية أسقطها القرار الظني وملف ما بات يعرف بشهود الزور. هي إذن محكمة أريد لها أن تحقق العدالة، وإذ بها تزيد طين التأزم السياسي بلة وتصب زيتا على نار الانقسام المتأجج أصلا، وتضع لبنان على فوهة بركان لا يعرف متى وكيف سينفجر. أحمد السباعي، روسيا اليوم.